مصر ام الدنيا ودايما بيجي لها سياح من كل بلاد العالم، زي ما قلنا لكم امبارح عن زياره البلوجر التركي كوكسال بابا لمصر. النهارده بقى هنتكلم عن زياره واحد من نجوم هوليوود الكبار. النجم اللي هنتكلم عن زيارته لمصر النهارده هو جيرارد باتلر، واللي قضى ايامه في مصر بين القاهره والاقصر، وكان جاي لمصر مع اسرته. اثناء وجوده في القاهره طبعا زار الاهرامات وابو الهول، وتصور وهو راكب على جمل، ونشر كل الصور دي على الانستجرام عنده. بعد زيارته للقاهره راح الاقصر، وقام هناك برحله نيليه بين الاقصر واسوان، وزار طبعا كتير من الاثار الفرعونيه الموجوده هناك. من المعروف ان الفنان جيرارد باتلر هو ممثل اسكتلندي، واشتهر بدور الملك ليون دياس في فيلم ذا 300 وغيرها من الادوار في اعمال هوليوود المختلفه. جيري باتلر eating all your man's food. Atom is the best chef ever. Nice to meet you. Thank you. Gonna look so bad, I'm not gonna.